الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأحبة في موعد جديد ومتجدد من برنامجكم عناوين، وفيه استعراض لأبرز عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية. والبداية كالعادة استعراض لأهم وأبرز عناوين اليوم. حلم نهائي الكأس الغالية يداعب مخيلة الزعيم، والموج الأزرق يعلن التحدي. السويق في مهمة إنقاذ الموسم وعمان لتأكيد جدارته بالتأهل للنهائي. الزعيم الهلالي يستعيد الصدارة الآسيوية من بوابة أصحاب السعادة. اليوفي والبرسا في موقعة من نار بين الكبار في دور الأبطال. الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تقدم طلبا مشتركا لاستضافة كأس العالم 2026. أهلا بكم، والبداية بالصحافة المحلية. نبدأها من صحيفة عمان والتي تناولت مباريات اليوم في إياب نصف نهائي كأس جلالته لكرة القدم واللقاء المرتقب بين حامل اللقب نادي صحم ومستضيفه ظفار، لتكتب الصحيفة في عنوانها: ظفار يلعب بفرصتين وصحم يبحث عن هدفين، حيث يخوض صحم اختبارا قويا في ضيافة نادي ظفار مساء اليوم بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز ظفار بهدفين دون رد. ويدخل صحم لقاء اليوم لرد الاعتبار من هزيمة مباراة الذهاب التي سيخوضها تحت ضغط كبير بغية تعويض هزيمة الذهاب التي من الممكن أن تكون سببا رئيسا في إقصائه ما لم يتدارك الوضع في لقاء العودة هذا المساء. من جهته يسعى الزعيم نادي ظفار إلى تأكيد تفوقه وخطف بطاقة الترشح إلى نهائي البطولة. نبقى في أخبار المسابقة الأغلى، والمباراة الأولى والتي تجمع السويق الباحث عن التعويض أمام منافسي نادي عمان على المجمع الشبابي بالصحارة. صحيفة عمان قدمت اللقاء لتكتب في عنوانها: السويق يتطلع لإنقاذ موسمه في مواجهة الحسم مع نادي عمان، حيث يدرك المستضيف نادي السويق تماما أهمية هذا اللقاء لما يمثل له من فرصة أخيرة لتحقيق بطولة كروية هذا الموسم، وألا يخرج خاوي الوفاض بعد أن كان الفريق مرشحا فوق العادة للمنافسة في أكثر من بطولة. بدوره يطمح نادي عمان إلى الاستفادة من فوزه ذهابا بهدف دون رد والترشح في المباراة النهائية من بطولة الكأس. بعيدا عن أخبار مسابقة الكأس، ولكن مع أخبار أندية دورينا، حيث نظم نادي النهضة احتفالا رائعا بمناسبة فوز الفريق الأول ببطولة كأس مازدا للمحترفين، وذلك بقاعة القصر الملكي بالبريمي. صحيفة عمان أبرزت خبر أفراح العنيد النهضوي لتكتب في عنوانها: النهضة يحتفي بلقب كأس مازدا ويكرم اللاعبين والداعمين لمسيرة النادي. وخصص النهضة الاحتفال لتكريم الداعمين في مسيرته والذي توج هذا الموسم ببطولة كأس مازدا، وقد أقيم الاحتفال تحت رعاية المكرم الشيخ أحمد بن ناصر النعيمي عضو مجلس الدولة الرئيس الفخري للنادي. ويأتي هذا التكريم أيضا بعد الفوز الذي حققه الفريق بهذه البطولة والنتائج الجيدة التي حققها في بطولة دوري عمان تل للمحترفين، حيث حضرت الإشادة من الجميع بالمستوى المتطور الذي ظهر به الجهاز الفني واللاعبون في فترة قصيرة جدا، وقد لفتوا الأنظار إليهم وبرهنوا للجميع بأن النهضة لديه عناصر شابة قادرة على العطاء مواسم قادمة. من أخبار أندية دوري المحترفين إلى أخبار دوري الدرجة الأولى، والقراءة السريعة من صحيفة عمان لمباريات الأسبوع السابع والتي شهدت مواصلة نادي المضيبي تفوقه وتراجع الأندية الأخرى في جدول الترتيب. عمان تابعت هذا الموضوع فكتبت: المضيبي يقفز للصدارة ويقترب من الصعود وتعثر السيب ومرباط، حيث واصل المضيبي تألقه في مباريات الإياب في المرحلة النهائية من القفز إلى صدارة الترتيب العام برصيد 13 نقطة بعد الفوز المستحق على السيب بهدف دون رد، ليقترب من الصعود إلى دور المحترفين للموسم المقبل وليشعل معها المنافسة في المقدمة، ليتراجع السيب إلى المركز الثاني برصيد 10 نقاط ويتلقى الخسارة الأولى بعد 4 تعادلات وانتصارين، كما تلقى مرباط في أرضه خسارة قاسية من المصنعة ب3 أهداف دون رد أجبرته على التوقف في المركز الثالث برصيد 9 نقاط ليرفع المصنعة رصيده إلى 6 نقاط. أما السلام ونزوى اللذين تعادلا بهدف لهدف فلا يزالان يبحثان عن نفسيهما في الدوري، حيث يمتلك السلام 8 نقاط ونزوى ب7 نقاط.
الظهور الأول للأحمر أمام بوتان بالقيادة الفنية الجديدة وغياب المدرب الهولندي بين فيربك عن الظهور الأول لمنتخبنا، بالإضافة إلى العقبات الجديدة التي تواجه الاتحاد العماني لكرة القدم وأهمها تراكم المديونية، هي أهم النقاط التي تحدث بها المحلل الرياضي هلال المخيني لصحيفة عمان. نستمع لأبرز ما قاله من خلال هذه القراءة. عن الظهور الأول لمنتخبنا الوطني في لقاء بوتان بدأنا حديثنا مع المحلل الرياضي هلال المخيني فقال: الظهور جيد، ولكن الفوز الكبير والعريض ليس مقياسا، وكجانب فني لا يمكن الحكم على النجاح الفني من مباراة واحدة مع منتخب مثل بوتان، كما أن المنتخب في بداية اللقاء كان غير منسجم ومرتبكا في أول ربع ساعة، ولكن البداية جيدة ويحسب للجهاز الفني واللاعبين الفوز بهذا العدد الكبير من الأهداف. وعن غياب المدرب في لقاء بوتان قال المخيني: الجميع يعلم أن أسباب الغياب عن المنتخب لظروف أعلن عنها الاتحاد، ولهذا يجب أن تكون هناك ثقة بالمدربين الوطنيين ويحسب لهم تحملهم المسؤولية على أكمل وجه. وعن الحضور الجماهيري وكيفية إعادته للمدرجات من جديد أكد هلال المخيني على أهمية الوجود الجماهيري في قادم المباريات، وعن أسباب الحضور الجماهيري الضعيف مقارنة مع نهائي البطولة العسكرية عللها بقوله: هو غياب المنتخب على المستوى المعهود، وكذلك الخصم ليس بالخصم القوي، والفوز عليه كان أمرا متوقعا، ومع النتائج والعمل المدروس سيكون هناك جمهور حاضر وبقوة للمدرجات. وعن الديون الحالية التي وصلت إلى أكثر من 2 مليون ريال وتأثير ذلك على عطاءات المنتخبات، أكد المخيني على هذا التأثير قائلا: سيؤثر على المسابقات والإعداد أو إقامة عمل جيد، وستكون المديونية حجر عثرة، ولكن نتمنى أن يكون هناك توازن في الصرف والأولويات، والاتحاد السابق ترك تركة ثقيلة لأي إدارة اتحاد تأتي بعده، وسيكون لها تأثير مستقبلا، ونحتاج وقتا وجهدا للتخلص من هذا الدين، وكنت أتمنى أن يكون هناك تدخل حكومي قبل هذا الوقت، لأن هذه موارد من الدولة لخدمة الشباب بشكل أكبر وتدقيق أوسع، وهذا الذي لم يحدث، ولكن يجب على الاتحاد الحالي تحمل المسؤولية وإكمال المسير. أعلنت أمس وزارة الشؤون الرياضية ممثلة في اللجنة الرئيسية، أعلنت أسماء الفائزين على مستوى السلطنة في مسابقة الأندية للإبداع الشبابي من خلال المؤتمر الصحفي. صحيفة عمان أبرزت خبر إعلان النتائج لتكتب في عنوانها: الشؤون الرياضية تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الأندية للإبداع الشبابي، حيث أكد خليفة بن سيف العيسائي مدير عام الأنشطة الرياضية رئيس اللجنة الرئيسية لمسابقة الأندية للإبداع الشبابي بأن المسابقة في موسمها الحالي قد استهدفت أكثر من 7271 مشاركا ومشاركة في كافة مراحل المسابقة، وهو عدد أكبر من ذاك العدد في الموسم الماضي، مؤكدا في الوقت ذاته بأن هذه الزيادة تدل على نجاح المسابقة. الجدير بالذكر بأن المسابقة هدفت إلى العمل على تطوير العمل الشبابي المؤسسي لتشجيع واستقطاب المجيدين والمبدعين في مختلف الأنشطة الشبابية وتنمية قدراتهم وتمكين شباب الأندية من التفاعل مع مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية. بكل جدارة واستحقاق حقق مسقط لقب دوري الدرجة الأولى لكرة اليد بعد فوزه في المباراة النهائية للمسابقة على نادي عمان. فرسان العاصمة تفوقوا بالأداء والنتيجة وظفروا بلقب البطولة. صحيفة الرؤية سلطت الضوء على تتويج مسقط فعنونت قائلة: نادي مسقط بطلا لدوري عام السلطنة لكرة اليد ونادي عمان وصيفا، حيث كسب مسقط اللقب بعد فوزه في المباراة النهائية التي جرت أحداثها بالصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوش على نادي عمان بنتيجة 29-21. وفي مباراة تحديد المركز الثالث استطاع نادي أهل زداب تحقيق المركز الثالث بعد فوزه على السيب بنتيجة 27-25.
ثمن الشيخ بدر بن علي الرواس رئيس الاتحاد العماني لكرة الطائرة حصوله على منصب نائب رئيس الاتحاد العربي عن منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية وعضوية اللجنة التنفيذية بالاتحاد. صاحبة الرؤية عنونت على لسان الشيخ بدر حول الخطة القادمة للاتحاد، فقالت الرواس جهود حثيثة لتطوير أنشطة كرة الطائرة على المستوى المحلي والعربي. وقال الرواس أن هذا المنصب الذي تحوز عليه السلطنة لأول مرة سيتم استثماره من أجل الارتقاء بمستوى كرة الطائرة العمانية بشكل خاص وباللعبة في منطقة الخليج والوطن العربي بشكل عام، وأن فوزه يعبر عن ثقة الدول الأعضاء في القيادات العمانية في مواصلة العمل الرياضي العربي المشترك وبإمكانية مواصلة المسيرة الناجحة نحو تحقيق الأهداف الكاملة من أجل تطوير اللعبة وبتطور كرة الطائرة العمانية على الصعيدين الإداري والفني. اختتم البحارة الأشبال من فريق عمان تل للناشئين مشاركة ناجحة في نهائيات بطولة كأس آسيا للناشئين، والتي استضافتها إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي عادوا من خلالها بحصيلة وافرة من الخبرات والمعارف التي تمهد لهم طريق الاحتراف وخوض المنافسات الدولية مستقبلا. صحيفة الرؤية رصدت منافسات البطولة فعنونت مشاركة ناجحة لعمان تل للناشئين في كأس آسيا بالإمارات، حيث أظهر الأشبال إمكانيات واعدة بحصولهم على مراكز متقدمة في بعض السباقات، مثل حصول البحار عدنان المبسلي على المركز الثاني في السباق الثالث بفئة الليزر، وحصول زميله أحمد العريمي على المركز الثاني والثالث في السباقين التاسع والعاشر في ذات الفئة. وشارك في البطولة 88 شابا وشابة من أفضل البحارة من 12 دولة، حيث شارك فريق عمان تل للناشئين في فئتين هما الأوبتيمست والليزر بعدد 14 بحارا تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 16 سنة. نهاية جولتنا في الصحافة المحلية، بعد فاصل قصير لنا جولة في الصحافة العربية، لا تذهبوا بعيدا. صاحب جلالة السلطان المعظم متابع اللقاء، يتشرف الآن باستلام كأس جلالة السلطان المعظم من يدي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم. انتهى بالتأكيد لحظات رائعة، ويعجز اللسان مهما تكلم ومهما قال عن وصفها. هذه اللحظة التاريخية في تاريخ كرة القدم، فقد توالت مرحوماتكم يا مولاي للشباب إدراكا من جلالتكم لقدرة الشباب على تحمل المسؤولية وصياغة المستقبل. نجدد التحية بكم مشاهدينا، وإلى جولتنا في الصحافة العربية نبدأها من الكويت. فبعد أن قامت الهيئة العامة للرياضة هناك بحل اللجنة الأولمبية الكويتية وفق ثلاثة أسباب، منها عدم تسوية وإقفال العهد النقدية ورد الفائض المالي عنها، تساءلت القبس على صدر ملحقها الرياضي، وين إعلان الإفلاس يا ناس؟ الإجابة من خلال هذا التقرير، نتابع. سمك، لبن، تمر هندي، مثل دارج ومعروف، هذا ما ينطبق في تفاصيله مع الوضع الرياضي العام في الكويت. ونحن في القبس التزمنا الحق والسير قدما في طريق الصواب، مهما كانت النتائج نتحمل، نتغاضى، لا نلتفت ولا نحزن.
فلكل معلوماته وأراؤه المبنية على تلك المعلومات، لذا لا نهتم بما يقوله الآخرون عنا، بل الأهم عندنا هو الحق والكتابة الواقعية. فالقلم هو لسان التفكير ومترجم الضمير، ونحاول جاهدين كشف كل ما في الأدراج من خبايا وقضايا تؤرق الساحة الرياضية وتؤزم أوضاعها. كنا نساند الهيئة العامة للرياضة في الكثير من القرارات التي كانت تصب في مصلحة الرياضة، هذا الجانب من حق الهيئة، ولكن أيضا لاكتمال الجانب الآخر من الطرح الإعلامي، فإن الأخطاء يجب أن تذكر حتى لا نمسي كمن يرى الطريق بعين واحدة. القرار الذي أصدرته الهيئة في يوم 25 من أغسطس العام الماضي بشأن حل اللجنة الأولمبية الكويتية بسبب التجاوزات المالية، والذي وجد أصداء إيجابية في الأوساط الرياضية، ووقفنا معه وسندناه في الهيئة العامة للرياضة ضمن هدف تصحيح المسار وكشف الحقائق للشارع الرياضي، إلا أن الإجراءات لم تكتمل والنقصان كان واضحا، وكنا نتمنى أن لا يستمر الوضع على ما هو عليه، وأن لا تتم معالجة المشكلة والاكتفاء فقط بإبرة تقدير حل المجلس السابق، فهو ما نرفضه وندينه ونقف ضده. ما حدث بالتحديد هو عندما وضعت الهيئة نفسها في موقف محرج جدا، وذلك بعد قرارها بتمديد عمل اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اللجنة الأولمبية الكويتية، رغم عدم تمكنها من تسوية العهد ورد الفائض النقدي لعدم وجود سيولة لديها. ورغم ذلك قامت الهيئة بتمديد عملها في مخالفة واضحة وصريحة. الوضع الذي تركت عليه المؤقتة كان لزاما على الهيئة أن تتخذ طريقين، إما أن تسدد تلك الالتزامات وتحمي نفسها والأولمبية من تجاوز القوانين، أما القرار الثاني هو التصفية والإفلاس، وهو القرار الصائب الذي قد يفتح لنا طرق أخرى للحلول. فكيف يتم الحل ولا تتم معالجة تبعات المشكلة يا هيئة؟ إن عدم اتخاذ الإجراءات الصحيحة أدخل الرياضة والوزير السابق والهيئة في طلاسم يصعب فك رموزها، لهذا يستدعي الأمر عدم استعمال المشرط لإجراء عملية جراحية إكمالها ولا لا؟ إلى المملكة العربية السعودية، حيث اعتلى الزعيم الهلالي صدارة مجموعته الآسيوية بعد فوزه الثمين على الوحدة الإماراتي بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم مساء أمس الاثنين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2017. صحيفة الأندية أشادت بتعلق الأزرق محليا وقاريا لتكتب في عنوانها صدارة بس هنا وهناك، حيث اعتلى الهلال صدارة ترتيب مجموعته بعد عندما رفع رصيده إلى 8 نقاط بفارق نقطة عن الريان الوصيف، في حين غادر الوحدة رسميا البطولة بعد تذيله المجموعة برصيد نقطة وحيدة، قبل أن تعرج الصحيفة إلى تفويت الفتح فرصة ثمينة لانتزاع وصافة المجموعة الثانية إثر تعادله السلبي أمام مضيفه الجزيرة الإماراتي في اللقاء الذي جمعهما على استاد محمد بن زايد بأبو ظبي. ونبقى في أجواء المملكة، حيث يتطلع الأهلي إلى تأكيد صدارته لمجموعته الآسيوية عندما يحل ضيفا على العين الإماراتي مساء اليوم الثلاثاء على استاد هزاع بن زايد في العين ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال آسيا. صحفة عكاظ قدمت القمة المنتظرة لتتساءل في عنوانها صدارة لمين، حيث يتصدر الأهلي الترتيب برصيد 7 نقاط مقابل 5 نقاط للعين، وهو ما يجعل الصدارة الملكية على المحك، خصوصا أن المباراة على أرض الزعيم وبين جماهيره. وذكرت الصحيفة أن تركيز الأهلي سيكون منصبا على البطولة الآسيوية بعدما تقلصت حظوظه في الحفاظ على لقبه بطلا لدوري جميل للمحترفين بعد تعادله مع الباطن 1-1 ليبتعد بفارق 11 نقطة عن الهلال المتصدر. إلى قطر، فقد نجح نادي الأخوية القطري في تحويل تأخره بهدف أمام ضيف استقلال خوزستان الإيراني إلى الفوز 2-1 في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم. صحيفة الشروق تابعت لتعنون
الأخوية إلى الأمام بهدفي المعز نام، حيث انتزع الأخوية صدارة المجموعة الثانية من استقلال خوزستان بعدما رفع رصيده إلى 8 نقاط وبفارق نقطة وحيدة عن منافسه الإيراني الذي تراجع للمركز الثاني. ورغم تقدم استقلال خوزستان بهدف مباغت في الدقيقة 9 عن طريق أولوس نونغ، إلى أن الأخوية نجح بمعادلة النتيجة بهدف محترفه تي هينام في الدقيقة 35 ليعود بعدها ويحرز المعز عبد الله الهدف الثاني لأصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين. نبقى مع صحيفة الشروق والتي أبرزت عبر غلافها الصادر اليوم إعلان وزارة الثقافة والرياضة القطرية في بيان رسمي نشرته مساء أمس دمج ناديي الأخوية والجيش القطريين في ناد واحد تحت اسم الدحيل، وذلك اعتبارا من الموسم المقبل، لتخرج الصحيفة بعنوان كتبت فيه اندماج النخبة. وسيكون قرار الدمج نافذا ابتداء من الموسم الرياضي المقبل، كما ستتشكل لجنة لإتمام إجراءات الدمج وستضم ممثلين من الناديين إضافة إلى رئيس الرابطة القطرية للاعبين وبرئاسة رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم. ومن المتوقع أن يكون الدحيل أحد أقوى الأندية القطرية والخليجية، يعود ذلك لقوة عناصر الفريقين خصوصا على مستوى كرة القدم، حيث يحتل الأخوية صدارة الدوري ويقع الجيش في المركز الرابع. إلى العراق، وفي العراق سيكون ملعب الشعب الدولي اليوم بكل رمزيته التاريخية والكروية والشعبية مسرحا لرأي آخر غير الرأي الذي يسيس به اتحاد الكرة الأمور. الكاتب علي رياح كانت له كلمة في عموده مؤكدا أن المشهد بات متحركا على منصة ثابتة لا تغيير فيها، حيث أن هذا المشهد يختزل كل ما يدور في الساحة الرياضية العراقية القادرة على توليد الأزمات والعاجزة أيضا عن العثور على أي مخرج. تفاصيل ما جاد به رياح نقرأه لكم من صحيفة المدى العراقية، نتابع. في إحدى المناسبات التلفازية التي تبحث كالمعتاد عن الأفق الذي تتحرك فيه الرياضة العراقية، واجهت أسئلة تنطق بلسان الإهمال، مثل الكثير من القضايا الرياضية المعلقة أو الشائكة أو حتى تلك التي يراد لها التعطيل وسط البحث عن مستقبل واعد للرياضة العراقية. فسؤال من قبيل: ما رؤيتك لغد الرياضة في العراق في ضوء ما تقرأه من معطيات قائمة؟ هذا السؤال يحرك الكثير من المواجع، وما هو أكثر من هذه المواجع أن أطرافا وشخصيات وقيادات ورموزا عديدة باتت تشكو الإهمال نفسه، فهي تعتقد أنها ما زالت مهمشة برغم مرور ما يقرب من 14 سنة من العمل الرياضي تحت ذوي الانفجارات والألغام وتحت ضغط الظرف المعيشي والسياسي الذي مر به العراق. هذه الرموز والقيادات والشخوص التي تطالب بدور لها يتناسب مع عمقها الزمني في الرياضة تردد تلك النغمة التي كانت عليها بعد أسبوع أو أسبوعين من السقوط، حتى كأنني أتخيل نفسي الآن وأنا في اجتماع العظمية الشهير الذي كان صاخبا بكل ما يخطر في البال من التقاطعات، أو كأنني أتخذ مكانا في نادي الشباب الرياضي يوم تنادت شخصيات أخرى للاجتماع كي تستبق غيرها في رسم معالم الغد. كان ذلك في نيسان 2003 وما زلنا نسمع الأطروحات نفسها، وما يدلل على أننا درنا وندور في الفلك ذاته لم نتخلص من إرث الماضي الذي كان يشعر فيه الجميع بظلم واقع أو ظلم في الطريق، فلا ضمان لوظيفة يؤديها مسؤول في الرياضة. ما هو أدهى أن مسؤولنا لم يتعلم من الماضي إلا أن الاستئثار والهيمنة على الموقع أو الكرسي أو المنصب إلى ما شاء الله. صرنا نتحدث كثيرا ولا نملك لغة حوار واحدة تجمع الشتات، وإذا رفعنا حدة الحوار صار كل منا أشبه بحال المؤذن في مالطة. إلى الإمارات، فقد أبرزت صحيفة الاتحاد عبر صفحاتها الرياضية الداخلية الإعلان المنتظر لشعار مونديال الأندية والذي سيعلن اليوم، لتخرج الصحيفة بعنوان كتبت فيه الكشف عن شعار مونديال الأندية في أبوظبي اليوم. فبعد أن حصلت على حق استضافة بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية، تستعد الإمارات للكشف عن شعار البطولة الدولية الجديدة اليوم، ومع اقتراب موسم 2016-2017
2018 من نهايته سيتحدد قريبا أسماء الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستستضيفها الإمارات في ديسمبر المقبل. إلى الجزائر، حيث يواجه الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي حملة خفية قصد الإطاحة به من منصبه في ظل جملة من المعطيات التي تؤكد وجود توتر بينه وبين بعض أعضاء مكتبه، فضلا عن الخرجات الغريبة لنائبه ربوح حداد. وزاد الطين بلة تدخل وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي في بعض الأمور الخاصة بالاتحادية، خاصة فيما يتعلق بطريقة التعاقد مع مدرب المنتخب الوطني الأول. صحيفة الشروق وتفاصيل أكثر. لم يمر على انتخاب خير الدين زطشي رئيسا للاتحاد الجزائري لكرة القدم أكثر من 3 أسابيع حتى بدأت المشاكل تطفو إلى السطح في بيت الاتحادية، بداية من خلافه مع نائبيه الأول والثاني ربوح حداد وبشير ولد زميرلي حول هوية المدرب الجديد للمنتخب الأول، مثل ما سبق وأن كشفت عنه الشروق في أعداد سابقة. وزادت حدة الخلاف بعد أن استأثر زطشي بتسيير ملف المدرب قبل أن يتدخل وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي في صلاحيات رئيس الفاف، بعد أن صرح بأنه عليه أن يستشير الوزارة بشأن المدرب الجديد للخضر، فضلا عن تصريحات كثيرة أدلى بها الوزير فيما يخص الطريقة التي يجب أن تسير بها الاتحادية والكرة الجزائرية ليتحول إلى وزير كرة قدم، بامتياز ما يطرح من تساؤلات حول التدخلات المستمرة للوزير في صلاحيات الاتحادية، وفضلا عن امتعاض بعض أعضاء المكتب الفيدرالي الجديد من زطشي على غرار رشيد قاسمي والعربي أو معمر على خلفية عدم منحهم مهاما داخل الاتحادية بخلاف البعض الآخر. فقد تسببت المشاكل المحيطة بموضوع تعيين ملعبي الدو نصف النهائي لكأس الجزائر بين مولودية الجزائر وفاق سطيل وشباب والإزداد اتحاد بالعباس بالإحراج لرئيس الفاف الجديد بعد الإعلان عن ملعب 5 جويليها الأولمبي مسرحا لهما عبر بيان رسمي تم سحبه من موقع الرابطة المحترفة قبل أن يعاد نشره، وتحول الأمر إلى أزمة حقيقية في خضم رفض فريقي العميد والشباب للقرار. كما أكدت الخرجة الفضيحة التي قام بها ربوح حداد النائب الأول لزطشي بزيارة مقر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم دون علم رئيسه ومن دون موعد مسبق، تؤزم الوضع بين الرئيس وأعضاء مكتبه، كما أن القرارات التي اتخذها زطشي بتعيين مستشارين له على غرار محمد مشرارة وصالح باي عبود أكدت عدم ثقته في أعضاء مكتبه كونه يتجه قدما نحو تشكيل مكتب فيدرالي موازي يسير شؤون الاتحادية بدلا من الأعضاء المنتخبين. وحسب المعطيات المتوفرة فإن استمرار زطشي في السياسة التي يعتمدها حاليا ووقوعه في فخ الأخطاء التقديرية سيعبد الطريق أمام المتربصين به من مقربيه في المكتب الحالي قصد الإطاحة به من منصبه وفق أجندة محضرة مسبقا تخدم أصحاب المصالح الضيقة الذين يريدون السيطرة على مقاليد الاتحادية والكرة الجزائرية. نبقى في الجزائر، حيث جلب ارتداء اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني قفازا خلال مباراة فريق ليستر سيتي والمضيف إيفرتون جلب سخرية الشارع الكروي الإنجليزي. صحيفة الشروق تناولت الخبر في عنوان جاء فيه القفاز يجلب لسليماني سخرية الشارع الكروي الإنجليزي، حيث قالت الصحافة الإنجليزية أن المباراة أقيمت بمدينة ليفربول حيث يقع مقر نادي إيفرتون في أجواء دافئة ومنعشة لا تستدعي ارتداء القفاز، وأبدت استغرابها من لجوء سليماني إلى هذا اللباس الذي يناسب الطقس الشتوي البارد. وذكرت الشروق إلى أن عدة لاعبين عالميين أعانوا واعترفوا ببرودة طقس إنجلترا، خاصة الذين ارتدوا أزياء أندية تنتمي إلى منطقة الشمال، لكن يبدو أن إسلام سليماني أساء ارتداء القفاز وربما كان يرغب في لفت الانتباه، خاصة وأن بعض الكرويين يعتنون كثيرا بمظهرهم ويرون في القفاز أنه يضفي عليهم نوعا من الأناقة. بهذا الخبر ننهي جولتنا العربية، بعد فاصل قصير لنا جولة في الصحافة العالمية، كونوا بالقرب.
أهلا بكم مجددا وإلى جولتنا في الصحافة العالمية، نستهلها من أخبار دوري أبطال أوروبا، حيث لا صوت يعلو فوق صوت القمة الإيطالية الإسبانية بين يوفنتوس وبرشلونة في ربع نهائي المسابقة. الصدام الأكبر سيكون بين النجمين ميسي وديبالا، والذي يعول عليهما مدرب الفريقين ماسميليانو إليجري ولويس إنريكي من أجل وضع أول خطوة في نصف نهائي البطولة. صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية أبرزت القمة المنتظرة في عنوان جاء فيه مثل النهائي، وقالت الصحيفة يا لها من مباراة كبيرة بين اليوفي والبرسا، وقالت تورينو ليست مثل باريس، حيث سيبدأ رفاق الرحلة ضد الخصم الذي لم يخسر 47 مباراة على ملعبه. بدورها صحيفة توتو سبورت المقربة من أسوار البيانكونيري تناولت المباراة تحت عنوان قالت فيه يوم العرض الكبير، حيث سيكون عشاق المستديرة على موعد مع الإثارة والمتعة في لقاء الكبيرين يوفنتوس وبرشلونة. توتو سبورت أكدت أن اللقاء سيحسم من خلال جزئيات صغيرة والمهارات الفردية التي يمتلكها نجوم الفريقان. في المقابل الموندو ديبورتيفو الإسبانية المقربة من أسوار النادي الكتالوني طالبت لاعبي برشلونة وبالأخص النجم الأرجنتيني ميسي بالتوهج كالعادة مثل ما يفعل في المباريات الكبيرة. الموندو عنونت في صدر صفحتها هيا يا ميسي، حيث يعول عشاق النادي الكتالوني على القوة الهجومية الضاربة للفريق بوجود الثلاثي ميسي نيمار وسواريز. الصحيفة الكتالونية أيضا قالت أن على رفقاء ميسي تذكر ما حدث في ملعب باريس من أجل تفادي الخسارة وتقديم الصورة الرائعة للفريق التي غابت في بعض المباريات هذا الموسم. إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فقد أبرزت صحيفة نيويورك تايمز إعلان الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تقدمهما بترشيح مشترك لاستضافة نسخة عام 2026 من كأس العالم، والتي لم يسبق لها أن أقيمت في ثلاث دول في الوقت نفسه، لتخرج الصحيفة بعنوان الولايات المتحدة كندا والمكسيك تعلن عن عرض مشترك لكأس العالم 2026، حيث تتطلع اتحادات كرة القدم في الدول الثلاث استضافة المونديال الذي يقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبا. وأتى الإعلان عن الترشيح الثلاثي في مؤتمر صحفي عقد في مدينة نيويورك الأمريكية بحضور رئيس اتحاد الكونكاكاف فيكتور مونتاليان. وذكرت الصحيفة تصريحات رئيس الاتحاد الأمريكي سونيل غولاتي الذي قال أن الخطوة تمثل يوما مهما بالنسبة لكرة القدم في الولايات المتحدة والقارة الأمريكية. إلى الأرجنتين، فقد أبرزت صحيفة أوليه إقالة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم والذي انتخب مؤخرا المدرب إدغاردو باوزا أمس الاثنين بعد سلسلة من النتائج السيئة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، لتخرج الصحيفة بعنوان كتبت فيه حذر وشيء آخر. وقال تايبا الرئيس الجديد للاتحاد الأرجنتيني في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع له مع مسؤولين في الاتحاد الأرجنتينيين وبحضور غوستافو زوفيتش وكيل أعمال المدرب المقال، لقد أخبرنا باوزا بأنه لم يعد مدرب المنتخب. وذكرت الصحيفة أن تابيا كان حذر للغاية من مستقبل تأهل التانجو للمونديال العالمي وراهن ذلك بإقالة باوزا. وأكدت أوليه أن خورخي سامباولي مدرب إشبيليا يعد الأوفر حظا لتولي مسؤولية تدريب المنتخب. إذن بهذا الخبر نذهب بكم إلى كاريكاتير اليوم الذي اخترناه لكم من الجزيرة السعودية والقبس الكويتية، بالإضافة أيضا إلى جولة سريعة في عدسة الصحافة لليوم.
ونذهب بكم الآن إلى همسة اليوم، ففي كرة القدم في ملعب الحي هي أجمل ذكرياتنا، فهي تجمع أغلب أولويات حياتنا، فقد كان بها أول وقعة، أول جرح، أول فوز، أول خسارة، أول تسديدة، أول ضحكة من القلب، وأول حسرة على ضياع فرصة. الإبداع كان له نصيب، حيث كنا نبدع بإنشاء المرمى، مرة من حجرين، مرة من عيدان نغرزها في الأرض. كنا نضع قوانيننا الخاصة، ممنوع استخدام الجدار، ممنوع لبس الحذاء لو كان الجميع حافيا، فقد كان ملعب الحي هو أجمل ملعب، حاملا أجمل تفاصيل بداياتنا الكروية. كرة القدم في ملعب الحي علمتنا كيف نلعب كمجموعة، وكيف نحترم الخصوم، وكيف نتمركز في الموقع الصحيح لفرصتك حتى تنتهزها، فما أروعها من ذكريات لا تنسى. إذن شكرا لملعب الحي الذي لم يدع للضحكات أن تتوقف رغم المخاطر التي تحدث أحيانا، كمثل ما رأيناه وشاهدناه بالفيديو، إلى أن سرعان ما ننسى كل ألم في سبيل عشقنا لهذه المستديرة. حقا هي وحدها كرة القدم عالم من المتعة والإثارة التي لا تتوقف. قبل الختام مشاهدينا الأحبة، نذهب بكم للتذكير بأبرز عناوين اليوم. حلم نهاية الكأس الغالية يداعب مخيلة الزعيم، والموج الأزرق يعلن التحدي. السويق في مهمة إنقاذ الموسم وعمان لتأكيد جدارته بالتأهل للنهائي. الزعيم الهلالي يستعيد الصدارة الآسيوية من بوابة أصحاب السعادة. اليوفي والبرسا في موقعة من نار بين الكبار في دوري الأبطال. والولايات المتحدة وكندا والمكسيك تقدم طلبا مشتركا لاستضافة كأس العالم 2026. إذن بهذا نكون قد وصلنا بكم مشاهدينا الأحبة إلى الختام، نشكركم على كرم وطيب المتابعة، نتمنى لكم قضاء أجمل الأوقات رفقة من تحبون، دمتم بعافية، في أمان الله.